السلام عليكم. متى رمضان هذه السنة 1440 هجرية 2019 ميلادية؟ هذا السؤال يعود علينا كل سنة في مثل هذا الوقت، للأسف لأن أمتنا لا تزال لم تجد لنفسها حلاً شافياً كافياً يحل هذه المشكلة إطلاقاً، ولا يصح فعلاً أن نكون في هذه الحالة، لا نعرف كيف نخطط لأنفسنا، لا نعرف متى سيبدأ الشهر أو متى سندفع أجور مثلاً، أو أن أضع لنفسي موعداً مع الناس بالتاريخ الهجري. طبعاً هذا غير ممكن، والدليل على هذا أننا فعلاً في فوضى. أننا اليوم مثلاً ونحن نسجل قبل أن آتي إلى الاستوديو، اليوم السبت 20 أبريل شهر 4، دخلت على بعض الجرائد العربية ووجدت أن الجرائد العربية منقسمة، بعضها بالنسبة لها اليوم 20 أبريل 20/4 هو 14 شعبان 1440، بعضها اليوم 15 شعبان 1440. معنى هذا أننا نحن لا يمكن أن نتعامل بالتقويم الهجري، وهذا شيء يعني مؤسف حتى لا أقول مخزي لأمتنا أن تكون في هذه الحالة. كان يفترض، وكنت شرحت في سنوات سابقة، أن نضع لأنفسنا وأن نعتمد تقويماً هجرياً إسلامياً نعرف به بداية الشهور، ونعرف به مواعيدنا بالتقويم الهجري، ونعرف تسديد الديون، نعرف تسديد الأجور أو غير ذلك. وكنت قدمت المقترحات التي توصل إليها الفلكيون وكثير من فقهاء الأمة، ولكن للأسف لازلنا في يرى أو لا يرى، ولا يزال الناس يتشبتون بالحديث صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، رغم أن الحديث واضح وقد فسره الفقهاء وأهل الحديث الأخير أنه يقول نحن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، يعني برر اعتماد الرؤية العينية بأننا في تلك الفترة لم يكن لدينا علم فلك، ولكن اليوم وقد تقدمت الأمة يجب أن تأخذ بأفضل المعارف وأفضل العلوم وأفضل الحلول حقيقة، لأن الرؤية هذه كما بينا وأثبتنا تدخل الأخطاء كثيرا وتدخل الفوضى بين الناس، ومنهم من يقبل هذه الشهادة ومنهم من لا يقبل، وتتعدد البدايات وتنقسم الأمة إلى آخره. المهم، هذه السنة إن شاء الله لن يكون هناك انقسام لحسن الظروف. لماذا حسن الظروف؟ لأن الاقتران هو عندما يأتي القمر بين الأرض والشمس، يبدأ في دورته الجديدة حول الأرض في شهره القمري الفلكي الجديد، سيحدث هذا يوم السبت 4 مايو متأخرا جدا في الليل الساعة 11:45، يعني 10:45 دقيقة ليلا بالتوقيت العالمي. هذا بالتوقيت العالمي، معنى هذا أن في معظم العالم، بل في كل العالم الإسلامي ومعظم العالم كله، تكون الشمس قد غربت عندما يحدث هذا الاقتران، معنى أنه هذا اليوم ليس هناك شيء. اليوم الموالي الذي هو يوم الأحد 5 مايو سيكون عمر الهلال، يعني كم مر عليه منذ الاقتران، كافيا، يعني مر عليه في معظم العالم الإسلامي 18 ساعة 20 ساعة 22 ساعة. يعني مثلا في مكة المكرمة يوم الأحد 5 مايو سيكون المكث، يعني بقاء الهلال فوق الأفق لمدة 33 دقيقة، وعمره حوالي 17 ساعة. في هذه الظروف، وستظهر لكم الخريطة على الشاشة، يقول الفلكيون أن الرؤية ممكنة بالأجهزة، غير ممكنة بالعين المجردة، ولو أنني أنا على يقين أنه سيتقدم ناس بشهادات ويقولون رأينا الهلال بالعين المجردة إلى آخره، لكن هو فلكيا عند الخبراء هذا الهلال يرى بالأجهزة ولا يرى بالعين المجردة. في أقصى الغرب الإسلامي في مدينة مراكش المغربية مثلا سيمكث الهلال 40 دقيقة فوق الأفق، وسيكون عمره حينها 20 ساعة و29 دقيقة، يعني أيضا كافيا بشكل واسع أن يرى بالأجهزة. وترون أيضا في الخريطة أن الجزء الأكبر من القارة الإفريقية هو باللون الوردي، بمعنى أنه يمكن رؤية الهلال في تلك المناطق بالعين المجردة ما دامت الظروف الجوية مناسبة، يعني ليست فيها غيوم وسحب أو أمطار أو غير ذلك. المهم أن معظم العالم الإسلامي، بل كله تقريبا، والقارة الإفريقية، بل جزء كبير حتى من القارة الأوروبية
هو إما بالأزرق أو بالوردي، بمعنى أن الهلال فيه يرى في تلك الأمسية إما بالعين أو بالأجهزة. طبعا كلما اتجهنا غربا كلما زاد احتمال الرؤية، وبالتالي عندما نصل إلى القارة الأمريكية ترون الخريطة معظمها بالأخضر، وبالتالي معنى أن الرؤية هناك بالعين المجردة سهلة جدا، بمعنى أن في تلك الأمسية سيرى الهلال في أماكن كثيرة من العالم الإسلامي، بل معظم العالم حتى من أستراليا إلى أمريكا، وبالتالي سيبدأ الشهر شهر رمضان المبارك في اليوم الموالي، يعني يوم الاثنين 6 مايو إن شاء الله. معنى هذا أن هذه السنة إن شاء الله على الأقل بالنسبة لرمضان سنعود لاحقا لمسألة العيد، سيكون الأمر مختلفا إلى حد كبير، ولكن على الأقل بالنسبة لرمضان لن تكون هناك أي انقسامات أو أي فوضى. سيبدأ المسلمون كلهم إن شاء الله يوم شهر رمضان في نفس اليوم، يوم الاثنين 6 مايو. رمضان مبارك، تقبل الله منكم ومنا، السلام عليكم.